عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ما أظن أن أحدا ذا لب ينازع في أن هذا زمنه.